لا تتعجل النجاح، فإن تعجل النجاح هو بداية الفشل. ولا تتربص بالنتائج، ودع الخواتيم على الله. لا تقل تقدم العمر بي ولم أفعل شيئا بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو في سن الأربعين. لا تقل فعلت وفعلت الكثير ولم أصل لشيء، فإن نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي نهاية الأمر ما آمن معه إلا القليل. كن قويا، كن طموحا، ومهما كان الدرج عاليا فاصعده، ولا تنظر تحت قدميك فتتعثر، بل انظر إلى ما هو أمام عينيك حتى تصل إليه. اعلم أنه مهما اشتدت بك أمواج الفشل، يوما سترسو على شط النجاح، ولكن لا تيأس عن التجديف في نهر الحياة. اعلم أن بعد الليل نهار، وأن مع العسر يسرا.